اكل لحم الكلاب جائز لانها طاهره. خلاص عند مين؟ عند مالك. بس خلاص اديني قلت اهو. بما استدل المالكيه باباحه اكل الكلاب، بعضهم استدل بقول الله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير. والجواب عليه ان هذه الايه مكيه كما هو معروف، وحين نزولها كان هذا المحرم، لكن بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والملكية يقولون في هذا الباب فيها اضطراب، فبعضهم ينفي هذا وبعضهم يثبته، والحمد لله نتمنى أن يتجهوا إلى تحريم ما حرم الله ورسوله. نتمنى، لست في معرض الشماتة في أحد، فإذا قال الحنابلة مثلا أو عفوا قالت الشافعية مثلا، الشافعي لا يقول بجواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزان، نتمنى أن يقول الشافعي، أن يكون الإمام الشافعي لم يقل ذلك، لكنه موجود في الكتب، فقولوا إن هذه الفتوى غلط أو إن هذه النسبة غلط، ما في عندنا مشكلة أبدا، نحن ليست بيننا وبين الأئمة عداوات أبدا، ولكن الإفرازات التي تتم كالذي خرج مؤخرا يقول لعاب الكلب ليس بنجس هي التي ينبغي أن تعالج. وإذا قال قائل منهم الآن إن أكل الكلب حلال لابد وأن يهاجم بالأدلة التي تدمغ قوله الباطل.